رئيس الجمهورية. نحن كمجتمع مدني وككل المتابعين للشأن الوطني نتابع بخشية ولدينا مخاوف جدية وحقيقية من مسألة التفرد بالرأي والتفرد بالحكم. ولكن ذاك علاش احنا قلنا انه لابد من المجتمع المدني في تونس يلعب الدور الهام الذي لعبه في كل الأزمات وفي كل الفترات الاستثنائية التي مرت بها تونس. ونذكر ان في سنة 2013 بعد الاغتيالات السياسية هناك معناه حوار وطني أشرفت عليه المنظمات الوطنية الكبرى أخرجت تونس من خطر الاقتتال الداخلي وخطر الاحتراب الأهلي إلى الإحراز على جائزة نوبل للسلام وإلى صياغة القانون وإلى إعادة قطار الانتقال الديمقراطي إلى مساره السليم. نعتقد أن القوى الحية في تونس وفي مقدمتها منظمات المجتمع المدني والمنظمات الكبرى التي تشكل جمعية القضاة التونسيين إحدى هذه المنظمات، وقد كان لديهم أمس اجتماع في 7 منظمات وطنية كبرى انبثق عن هذا الاجتماع بيان مشترك سيوجه إلى السيد رئيس الجمهورية من أجل أن لا تدوم مدة هذه التدابير الاستثنائية أكمل المدة المنصوص عليها بالدستور وهي 30 يوم. كذلك لا بد من الحفاظ على الحقوق وعلى الحريات والحفاظ كذلك على كل المكتسبات التي جاءت دستور تونس لسنة 2014. دونك هناك نوع من الحزام المجتمعي ومن المنظمات الحريصة على أنه لا يقع أي نوع من أنواع الاستغلال لهذه الظروف من أجل المساس بالمكتسبات مثل استقلال القضاء وحرية الإعلام وحرية التعبير وحرية الاجتماع والتنظم وكذلك المساواة بين المواطنين وسيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب. كل هذه المبادئ والقيم والضمانات التي ضحى من أجلها الشعب التونسي هناك نسيج جمعياتي واسع وعريض من المنظمات القوية والمحايدة والغير المعنية بالنزاع السياسي وبكل الاستحقاقات السياسية هي أفضل حريصة أكبر حريص في تونس على ضمان عدم المساس بهذه الحقوق. وهناك إشارات جد إيجابية من السيد رئيس الجمهورية.